على ذكر قواتنا المسلحة النهاردة ذكرى ميلاد المشير أحمد إسماعيل 14 أكتوبر عام 1917. مشير أحمد إسماعيل توفي يوم 26 ديسمبر 1974 بعد الانتصار. هو أحد أبطال وقادة قوات المسلحة العظماء، وده واحد من اللي رسموا الخطة للتدريب القوات المسلحة في الحرب. ورئيس السادات وصفه بالشخصية القوية وصنفته مجلة الجيش الأمريكي كواحد من ضمن 50 شخصية عسكرية عالمية أضافت للحرب تكتيكا جديدا. تم تعيين المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية في 26 أكتوبر 1972، وقاد الجبهتين، الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية، في حرب أكتوبر 73. وقام بإدارة الحرب بمهارة وثبات وصبر، والحقيقة يعني تقدروا تقول هو القائد الميداني اللي كان موجود في حرب 73. مصر لا تنسى أحدا، وأعتقد أن تلاميذ المشير أحمد إسماعيل وأسرة المشير أحمد إسماعيل وأبناءه وأحفاده يعني لديهم الآن ما هو أكثر من المال بكثير، وما هو أكثر من الأملاك بكثير، لديهم التاريخ. وده يعني من الأشياء اللي لا يمكن أن تشترى، وما أعظم التاريخ العسكري المنتصر. فيعني مات أحمد إسماعيل وهو تاركا انتصارا حقيقيا لهذه الأمة، تتوارثه الأمة الكبيرة المصرية والعربية، وأيضا تتوارثه أسرته الصغيرة. رحم الله المشير أحمد إسماعيل. أنتم محضرين؟ طب والله ده أنتم ناس محترمة جدا. طب خلونا نشوف كده زمايلنا عملوا إيه عن المشير أحمد إسماعيل ونرجع مع حضراتكم.